صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالصابئين الذين ورد ذكرهم في بعض الآيات؟ الصابئين، الصبأ المراد به الخروج، مراد به الخروج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا. فالصابئ هو الخارج من دينه، فإن كان الدين الذي خرج منه باطلا فخروجه صحيح، كان خرج إلى الإسلام دينه صحيح، لخروج صحيح، لأنه من الكفر إلى الإسلام. أما العكس وهو الخروج من الدين الصحيح إلى الكفر فهذا باطل. نعم.